نشرة الأخبار المفصلة من 24، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أبرز رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات المنعقد في إطار الدورة 29 لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العاصمة الأذربي جانية باكو تجربة المملكة في التكيف مع التغيرات المناخية، وهذا تقرير في الموضوع لمحمد أمين علام. تجربة المملكة المغربية رائدة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، التعريف بذلك كان حاضرا في كلمة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات المنعقد في إطار الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 في عاصمة أذربيجان باكو. كانت هذه مناسبة اللي في أخذ الكلمة باش نتكلموا على المشاريع الكبيرة اللي كيقوم بها الدولة المغربية تحت القيادة ديال صاحب جلالة واللي كيعطيها أهمية كبيرة، وكانت مناسبة باش نتكلموا أولا على المبادرة المغربية اللي عندها الرعاية ديال صاحب الجلالة اللي هي تريبل أ، يعني التكييف ديال الفلاحة في القارة الإفريقية، واللي مبادرة اللي المغرب يساند القارة الإفريقية في تكييف فلاحته، وكذلك واحد العدد ديال المشاريع اللي هما الهيدروجين فير ولا الطاقة يعني المتجددة. السيد أخنوش أوضح لوسائل إعلام محلية ودولية على هامش المؤتمر أن المغرب شرع في تحديث مساهمته المحددة وطنيا من خلال مبادرات طموحة تشمل رؤية جريئة. الحمد لله المغرب عنده مشاريع اللي هي كبيرة في الماء، مشاريع كبيرة في الهيدروجين، مشاريع كبيرة في الطاقة المتجددة، ونحن على تحت القيادة الفعلية ديال صاحب جلالة وأوراش الكبرى. خلص السيد أخنوش إلى أن العالم ينتظر من الدورة الحالية لمؤتمر المناخ التزامات ملموسة من أجل تسريع التحول البيئي والعمل بشكل متضامن على الوسائل اللازمة لتنفيذه، فالتمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي يمكن البلدان الأكثر هشاشة من تعزيز قدرتها على الصمود، يقول رئيس الحكومة. في موضوع آخر، وخلال زيارة له لجهة الدخل وادي الذهب، أكد سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي التزام الجمهورية الفرنسية بالمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للجهة، وهذا تقرير لهشام فرحان. وفد كبير يترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي يحل بمطار الداخلة. زيارة السفير الفرنسي الهادفة لاستكشاف مؤهلات جهة الداخلة وادي الذهب بدأت بلقاء مع والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب علي خليل. السفير الفرنسي أجرى أيضا لقاء مع رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا، لقاء تم فيه التأكيد على التزام فرنسا بالمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للجهة. السيارة تأتي في وقت خاص بالنسبة للعلاقات بين المغرب وفرنسا، كما أن الزيارة تجسد الدعم الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. انتصار كبير للدبلوماسية المغربية لقدرة جلالة الملك، ويكتشفوا كذلك بأن الداخل الآن هي جهة واعدة وجهة يعني عرضت استثمارات كبيرة بعد يعني إطلاق البرنامج، برنامج نموذج تنموي الأقاليم الجنوبي اللي طلقه جلالة الملك في 2015، واللي اليوم عرف مستوى عالي من التنفيذ. كريستوف لوكورتيي تابع مع الوفد المرافق له عرضا حول برنامج التنمية الجهوية الذي خصصت له ميزانية تزيد عن 4 ملايير درهم. كما تابع الوفد الفرنسي عرضا قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار منير الهواري حول مختلف جوانب التنمية التي تعيشها الجهة من حيث فرص الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
في موضوع آخر يشارك السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بصفته عضوا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في أشغال الدور 50 للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للجامعة وفي الحفل الرسمي لتخرج الدفعة 42 لطالبات وطلبات الدراسات العليا لهذه المؤسسة والتي تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و14 من الشهر الجاري. في المغرب أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بمراكش أن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. شيماء باكا. وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح تؤكد خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق المنظم من قبل مجلس المنافسة بمراكش أن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب. السيدة فتاح أوضحت بالمناسبة أن الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق هما من ركائز الاقتصاد الدينامي والمبتكر. هذا الإصلاح الكبير الهدف ديالو بالطبع هو نبقاو في واحد نقولوا في واحد العمل الدؤوب ديال هاد الشركات اللي عندهم واحد الوقع على المواطنين المغاربة في الولوج إلى عدد الخدمات، ولكن من جهة أخرى يكون انفتاح على القطاع العام وتكون الحيادة كذلك في التفاعل ديال الإدارة لا مع المقاولات والعمومية لا مع القطاع الخاص، ويكون نفس نقولوا الفرص لجميع المؤسسات. هذا اللقاء الدولي المهم شكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال. هذه مرادرة إذن باش نوضعوا واحد اللمسة والنظرة على ما وصلنا إليه في الاقتصاد المغربي، ونظر النظرة إلى ما يمكن أن نقوم به في المستقبل مع دور المجلس المنافسة كذلك كفاعل مهم في هذه النظرة ديال الحياد. المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انخرطت في مشاريع واسعة النطاق تهم التحديث والتنمية السوسيو-اقتصادية. المغرب وضع آليات وأدوات ناجعة وطموحة من ضمنها ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاستثمار خلال الأشهر والسنوات القادمة. ونعتبر أن الولوج العادل إلى السوق والحياد التنافسي يعدان شرطين ضروريين لتوسيع أثر هذه البرامج الاستثمارية الضخمة لخلق فرص الشغل وإحداث الثروة ببلادنا. ويشمل برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة تناقش مواضيع تهم على الخصوص المقاولات العمومية والحياد التنافسي وكذا المهن المنظمة بين المنافسة والتقنيين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات الصلة. ونبقى في المدينة الحمراء الجميلة. انطلقت اليوم بمركز المؤتمرات التابع لجامعة القاضي عياض الدورة 5 للقاء مراكش الدولي حول البحث في مجال السياحة. اللقاء يناقش الحلول المستدامة والابتكارات الذكية في مجال السياحة في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هشام فرحان. السياحة في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي محور لقاء دولي نظمته المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض. اللقاء بحث خلاله المشاركون آخر التطورات في مجال صناعة السياحة المستدامة والابتكارات الذكية. الجامعة تنظم لقاء دولي حول السياحة
من منظور المستجدات المتواجدة اليوم تقنيا، وكذلك من المؤهلات يعني في ميدان البحث العلمي وفي ميدان التكوين، وكذلك اعتبار أن السياحة داخل الجهة وداخل الوطن من ركائز الاقتصاد المغربي، وعليه فمثل هذه المؤتمرات هي لتبادل الخبرات وكان كذلك لاستشراف المستقبل. اللقاء شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين العالم الأكاديمي والقطاع المهني لتطوير السياحة في مواجهة تحديات التكنولوجيا الجديدة. تعرفوا أن بلادنا يعني مقبلة على الاحتضان ديال يعني نقولوا يعني الأحداث كبيرة، وخاص المواكبة ديال الأحداث باش نواكبوها بطبيعة الحال هناك يعني العمل اللي تيتقام من طرف الفاعلين السياحيين، ولكن بطبيعه الحال هناك شراكه مع الجامعه اللي بطبيعه الحال تعتبر واحد الفاعل رئيسي ويعني متكامل مع مخطط استراتيجيه ديال القطاع ديال السياحه. الحدث اتاح للمشاركين فرصه تبادل الافكار وتطوير شبكه العلاقات المهنيه في المجال السياحي في ظل بيئه محفزه وغنيه. إلى الدار البيضاء المطلة على الأطلسي، تعقد تيبو أفريقيا النسخة الرابعة من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الرياضية التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وهذا تقرير في الموضوع لك شيماء باك. بمشاركة العديد من الشباب رواد الأعمال القادمين من جميع أنحاء العالم، تعقد تيبو أفريقيا النسخة الرابعة من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الرياضية، تظاهرة من شأنها تمكين فئة الشباب من الاطلاع والاستفادة من خبرات وتجارب متنوعة تساهم في تعزيز كفاءاتهم ودعم قدرتهم لإنشاء مقاولتهم في مجال الرياضة. هي الفرصة باش نبينوا بأنه الرياضة تقدر تساهم في تطور البلدان الإفريقية والقارة الإفريقية، والهدف أيضا هو نعطي واحد الإلهام للشباب الإفريقي باش يمكن له يقود برامج اللي تقدر تعطي واحد الأثر إيجابي للأجيال الصاعدة. وخلال هذا الأسبوع التواصلي المستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري، سيكون للشباب حاملي المشاريع فرصة تقديم مقترحاتهم أمام مختلف الفاعلين في المنظومة المقاولاتية. كنواكبوا مقاولات رياضية اللي سواء شباب عندهم فكرة مشروع أو عندهم مشروع اللي ديجا بداو فيه وباغيين يديروه على أرض الواقع. كيفاش كنواكبوا هذه المقاولات الرياضية؟ كنخدموا معاهم دراسة المشروع ديالهم، كنواكبوهم عن طريق خبراء، وكاين فرق في تيبي اللي كتواكب هاد الشباب على طول دراسة المشروع ديالهم وإنجاز المشروع على أرض الواقع. هذه التظاهرة تمنح في نسختها الرابعة الفرصة لأكثر من 300 شاب قدموا من أنحاء مختلفة للاستفادة من تكوينات وتدريب في مجال الصناعة الرياضية والابتكار الاجتماعي في مجال الرياضة، وكذا تمكينهم من الإبداع وتطوير مهاراتهم المقاولاتية وتسريع منتجاتهم وأنشطة مقاولتهم في مجال الرياضة. عبر العالم، استقبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بالبيت الأبيض خلفه دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر ليصبح الرئيس 47 لأمريكا. خلال هذا اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض تم التركيز على مرحلة الانتقالية تحضيرا لتنصيب ترامب في 20 يناير المقبل لولاية رئاسية ثانية في أمريكا. في الخبر الرياضي وطنيا، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم وليد الرقراقي بسالة أن هناك منافسة شديدة بين اللاعبين من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الوطني. تقرير لمحمد أمين علام. قبل حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام التقطت فيها عدسات الصحفيين مدى الانسجام والجدية في صفوف الفريق الوطني، عقد المدرب وليد الرقراقي ندوة صحفية بمركب محمد السادس، أجاب خلالها عن أسئلة اتجه معظمها إلى البحث في أسباب غياب بعض اللاعبين وحضور آخرين. السيتواسيون ديال الحكيم لعب 20 مينوت النهار اللي درت لا ليست مور لو دارني راسمبلمون دو سبتمبر، يمكن
دونك على ان دو موا سون كومبيتيسيون. دونك بحال اللي قلت حكيم خصو يرجع في الفورما ديالو، خصو يرتاح مع الفرقه ديالو، يخدم هاد السيمانه باش يرجع في المستوى ديالو. وحكيم بحال اللي قلت له بارتي او مون وي ريفيان سون ميور نيفو هو ديالنا، دونك يا اوكين بوليميك اوكان بروبليم، اما بالنسبه لي لو اما بالنسبه لي نرجع نشوف ادم، باسكو ادم شحال ما جاش معنا ما كانش سهل عليه، شحال المره كان بليسي في واحد التوقيت قبل لا كوب دي موند، لامور لا كوب دي موند، بدل البوست ديالو مزيان ملي شرحتي، باسكو بزاف الناس قالوا علاش جبنا بزاف لي زاريير غوش الوغ كو اليوم ادم ماسينا سي ان ديفونسور سنترال تيتولير او تورينو ان سيري ا. سي فري كلي كيلعب في اون ديفونس ا 3، لوبجيكتيف ديال هاد لي 10 جور هي نشوفو سور اون ديفونس ا 4 ا لونترينمون بعدا. كل هذا من أجل الوصول إلى نهائية الكان دون شكوك فردية كانت أو جماعية. العمل الدؤوب مستمر، ومباريات الفيفا على قلتها سيتحرى فيها وليد الركراكي التكامل بين عناصر فريقه وانصهارهم في أفكاره وانصهاره هو في واقع التحديات الممكنة. شاك ماتش غيقربنا من لوبجيكتيف ديالنا باش نكبروا، يوغا دي دوت يوغا دي سيرتيتود. ليسونسييل بحال اللي كنقول هي نكونوا موجودين لا كان 2025 في الدار في التوقيت، كما جي دي سوفون كنقولها افون لور سي با لور ابري لور سي بلو لور. سيواجه الفريق الوطني نظيره الغابوني بفرانزفيل، وهو منعرج هام لاثبات الجاهزيه على ان يعود الى مدينه وجده لانهاء التصفيات امام ليسوتو. قطف النقاط الست من اللقاءين رهان الجميع قصد انهاء هذا الدور بالعلامه الكامله. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.